رجعنا مع عبدالي. عندنا برشا مواطنين يلوموا فينا، يقولون اش بيكم ما تهبطوش للشارع، ما تعملوش ميكرو تروتوار، ما تمشيوش للمواطن. انا باش نقول لكم اللي عندنا اليوم ميكرو ستريت مع الشهرة زاد الشهرة. وين لاسيق؟ تعرف وين لاسيق اللي غني؟ نورمالمون ناخذ من عنده انترفيو تويكا في الواحد، هو باش يخرج من افريكا فهمت؟ دونك بعد انا كي باش ندخل ديريكت في التلفزه فهمت؟ انت باش تحسب روحك اي من لاسيق فهمت؟ باش يسمعوا كان صوتك هاو في التلفزه فهمت؟ عسلامة مرحبا بكم، احنا مازلنا كي خرجنا من افريكا ومعنا اي من لاسيق باش يحكينا على الكونفيرونس دو بريس اللي عملها في نزل افريكا. ان شاء الله ربي سهل برشا اغنيه عبد جديد وكذا وربي سهلنا في كل ما هو صعيب. بلدان اللي باش تمشي باش نمشي لفرنسا، باش نمشي لايطاليا، باش نمشي واحد ولاد حومتي في بادوفا. اي منش لو كان تحكي لنا على المشكله اللي صارت ما بينك وبين الفنانه المره اللي فاتت واللي تقلبت عليها الدنيا في لي ميديا. والله صار سوء تفاهم، ما مش مشكله احنا نعديه بحكم هي صحيحه لسانها طويل وكذا. احنا باش نصوروك ديريكت والعباد ماهيش باش تشوفك في ليكرون، ليكرون باش يبدا ظلام على خاطر الواحد ليكرون مهلوك فهمت؟ عسلامة مرحبا بكم، احنا توا في قدام لافريكا، مازال كي خرج عبد الدرياس عمل كونفيرونس دو بريس نتاعو باش يحكي لنا على جديدو، على ايت نتاعو وعلى برشا 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 اغنيات جدد. عبد الدرياس لو كان تحكي لنا على اخر اعمالك لي تورني نتاعك. صافا عندي البوم جديد وهذا اليوم ان شاء الله نتلقوا في السوق. وين باش تمشي لي تورني نتاعك وين؟ لي زيتازيني، كندا، لا فرنسا، ندور لو موند كامل. كنت نجم تعمل روحك انت وزير التجهيز على خاطر ديجا عندي لايف انا تاو عندي مباشر يعني تاو، اما ماهوش باش يشوفوا وجهك. مرحبا بك سيد الوزير. وبيك اكثر عايش. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها سيدتي سادتي، والله حبينا نقولوا لي الطرقات نتاعنا مرجلين على الاخر، اما الله غالب هاكم تشوف هكا، هذا حبيت نقول. ونشوفوك بعد الانتخابات الرئاسيه في نفس المنصب ولا باش تتقلد منصب اخر ولا فماش هكا سكوب نجم تعطيه هنا سيد الوزير؟ لا انا باش نشد رئيس الجمهوريه. احنا متواجدين قدام لافريكا توا، معنا اسامه سلامي باش يحكينا على اخر اعماله والعقد اللي باش يصحوا، دونك لو كنت تحكينا اكثر. والله انا خممت باش نمشي الريال وباش نعمل مشاريع، عندي مشاريع وكذايا. حسري جاتك الفرصه انك تمشي الريال وحسري حكيت انا لنا احنا الحكايه، عطيتنا المعلومه جديده هذه. فيزيكمون العباد ديغنييرمون قاعده تشوف فيك ماكش قاعد تعطي في روندمون باهي وكل، دونك شنو هي الاسباب؟ انا بالنسبه دخلاني نعطي، انا قاعد نعطي. باش نتقابلوا مع نجوى كرم وباش نحكيوا معاها، وشمس الاغنيه العربيه موجوده معانا توا. عسلامه ومرحبا بيك في تونس نجوى. اهلين وسهلين بكل اهل تونس. اهلين. لو كنت تحكينا على اعمالك الجديده، على اغنياتك الجديده، جديد تعمل هوني في تونس؟ راس الحياه هذيا فيها برشا جديد، فيها سيناريو جديد، فيها برشا حاجات جدد، دونك لو كنت تحكينا لطفي العبدلي على المسرحيه هذه. المسرحيه هذه فيها برشا جديد مش كيما القديم، فما سيناريو جديد ومع كلمات جدد وبرشا ضحك ورجعنا رجعنا رجعنا. عجبني لطفي العبدلي الاخر، ماذا بيا يقعد هو لطفي العبدلي، خلينا نرتاح شويه انا. لكن اللي حاب يربح كهرباء يبعث حرف على 85 899، ينجم يهز كهرباء من هنا من البلاتو من عند لطفي العبدلي. وتوا نطلب من اهو أتمنى ضيفت هاي كلنا أصحاب السعادة والمعالي، نستقبل معك بكل سعادة نقمة على قدر عالي من الإحساس المرهف، صوت يتمتع بدرجة جامدة أوي عالية على مستوى كوفر. إلينا وإليكم إليسا تونس وماريا كيري العربة، الفنانة والنجمة الفول عيشتي إيمان المحرزي.
مرحبا بك، تفضل. إيمان صباح. صباح الحمد لله. لاباس؟ صباح انت لاباس؟ مرتاحة؟ أمورك باهية؟ الشمور صباح لاباس؟ إيمان المحرزي فنانة مهندسة وتوا وليت منشطة وزميلتنا في التاسعة، عندك برنامج اسمه أولاد الكوجينة. أولاد الكوجينة اللي يتعدى وقته؟ يتعدى توا كل سبت وأحد الأربعة ونص متاع العشية، وإن شاء الله يا ربي من جمعة جاي باش يولي يتعدى جمعة سبت وأحد. أنا فيت لانيماتريس ومعايا دو شيف، ديما فما شيف نوجه له تحية بيان سور، شيف مؤمن اللي هو شيف ريزيدون، وفما شيف انفيتي، كل مرة يجينا شيف من دونك اللي يحب يجي. معناها فنانة مهندسة منشطة هذا الكل عمرك 24 سنة؟ ريت كيفاش؟ الدنيا الدنيا قصيره، راه لازم فيسع نستغلوا الفرص، ولازمنا ما نستناوش، ولازمنا سورتو اذا كان عندنا حلم ولا حاجه باش نحققوها لازمنا نبداوها على بكري. انا الحقيقه مازلت كي كملت الانجينيوري نتاعي قريت في الانسات انجينيور اون ريزو تيليكومونيكاسيون، كملت منها في اكتوبر اللي تعدى، خديت الدبلوم نتاعي وقررت اللي مانيش باش نخدم هالخدمه. كيما برشا تاخذ دبلوم قررت اني مش باش نخدم، باش نعمل حاجه. تحيه للدبلومات، الفامي نتاعي اللي تحب على الدبلوم هنا. وتحيه للي خذوا الدبلومات وقالوا مش تحيه ليهم، خاطر بالحق قرار ياسر صعيب في مجتمع يحكم عليك برشا، معناتها صدقني فما 99% يقولوا لي وموا ما تقريت بيلوت قرايه وتعديت 5 سنين في الانسات وعملت ستاجك لبرا في فرنسا وموا يخدم حتى عام ولا عامين بالدبلوم نتاعك. تحس كيما برشا سورتو بنات ياخذوا دبلوم للعائله تاع هاو الدبلوم توا خليوني نعمل اللي نحب هكيك شويه، معناها فريمون ماخذت خاطر بابا نقرا ميدسين ولا نقرا شنو ماخذت خط توا خليني نجرب روحي، هاو الدبلوم موجود، خطفت خطفت ما خطفتش ما خطفتش. صحيت هذايا بوان، اما البوان الثانية اللي ما تنجمش تحكم على مستقبلك كيفاش باش يكون، معناتها أنت 10 سنين تالي ما كنتش تتخيل روحك باش تبدا قاعد، لأن كنت تنجم تكون عندك حياة أخرى، دنيا أخرى. من بعد سبحان الله كل شيء يتبدل، دونك أنا ما كنتش في بالي من الأول باش نولي نغني وإلا باش نكون أنيماتريس زادة في أولاد حتى الكوجينة. تغني ما كنتش في بالك توا أنيماتريس نفهم وتغني؟ اي حتى نغني ما كنتش نخمم معناتها باش بروفيسيونيل. داكوغ مغرومه؟ مغرومه صحيت اي مغرومه، معناتها حتى انا كي كنت نغني معناتها كنت نقرا ونغني فرد وقت. اما محبوبي بيان سور نوجهوا تحيه لسي عبد الوهاب الحناشي، تحيه خاصه لسي عبد الوهاب الحناشي المنصف بلدي كاتب الكلمات، دونك كان ما جاوش هما اللي عملوا غنيه قديمه كيما هكا وفيها معنى. استنى قبل ما نطلعوا للغنيه انا جايين للغنيه والغبخيس، امك بوك ما كانوش قابلين انك تكون مغنيه وتكون موجوده في الشاشه؟ يسالش خلينا نحكي وحسيتك لا الغناء لي، اما الانيماتريس معناتها انيماتريس في اولاد الكوجينه، اما الغناء برشا برشا. علاش الغناء لي؟ الغناء لي على خاطر كيما قلت لك معناتها قريت 5 سنين انسات وانجينيور وفي بالهم معناتها تعبوا عليك باش تولي مسمار في حيط، من بعد هذاك هو شنو بالكش ماشي في بالهم الغناء باش يزك نوع من الهملة وكباريه ودنيا وكل الغناء هذاك. مازالوا معناتها مازال راهو الغناء بالحق معناتها فما برشا عائلات، انا من القيم من القروان دونك نوجه تحيه خاصه للقروان مشكل في القروان معناتها حتى في تونس في سوسه في البلايص الكل مازالوا يخموا اللي الغناء معناتها فساد الفن توا الوقت هذايا ولا فساد الفن اون جينيرال، فما فساد حتى في العطار قول لهم اللي يحب يفسد يفسد مش يستنى في الفن. حتى كي نخدم انجينيور راه معناتها نجم فما نشوف فساد في البيروات معناتها فوالا عادي على المفيد العبد لازم يكون هو الباهي معناها ويعرف روحه شنو يعمل. انت تعرف روحك بالضبط شنو تعمل؟ خرجت غنايه في افريل 2018 ريبريز لغنايه محبوبي اللي نجحت برشا وعملت اكثر من 6 ملايين فيو، علاش الغنايه هذه بالذات اللي وقت اللي انت مغنيه الاكثريه تغني اوكسيدونتال يعني مش جوك العربي؟ اي انا في فوالا على باز نغني اوكسيدونتال، اما شنو هي الحكايه اللي لازمك تدخل كمام لقلوب التوانسه معناها باش تغني لهم شنو هما يحبوا الكل. قبل ما نطلع نعمل ستاج انا مشيت عملت ستاج فان ديتود نتاعي في فرنسا، قبل ما نطلع بالضبط فما شكون قال لي باش تطلع انت توا لبرا تعمل ستاج وترجع تغني شكون مازال في تذكرك. انا الكلمه هذيك معناتها حيرت لي برشا حكايات، قلت لازمني توا نركز بالبي لازمني نعمل حاجه معناتها يذكروني بها قبل ما نطلع.
كي غنيت معناتها محبوبي نوجه تحيه بيان سور لحبيب زقنك اللي خدم هو الغنيه الكل ومستر لي صوتي وفريمون يعطيه الصحه. هو اللي معناتها جاب لي ليدي بعد الحمد لله. توليكا الكوفر نتاعك نجح وتسمع برشا وعملت له ان ستيل خاص بك انت معناها. الفازه شنو هو الستيل هذاك مش موجود برشا. اي سورتو لي ريبريز نتاع الاغنيات التونسيه القديمه زاد مش موجود برشا، حتى كان حد باش يعاود اغنيه قديمه يعاودها فريمون معناتها كيما هي نقولوا معناتها تسمع في نفس الاغنيه معناتها فماش ياسر ارانجمون معناتها جديد بكل. دونك هذاك كيف جات الفكره. وحبيب هو معناتها فريمون كي لا في تو هي ما صارت فازه اللي هي عبد الوهاب حناشي تغش. اي تفسخت من اليوتيوب. تغش تفسخت من اليوتيوب خاطر ما شاورتوش كيفاش باش تعملوا ارانجمون لل. ايه صحيح صار هذايا ان فيت مش هو تغشش معناتها هو اللي تغشش بيان سور عنده الحق اذا كان حد ما يشاوروش على غنيته. اما شنو الحكايه اللي انا معناتها جوست غنيتها الاغنيه سجلتها وطلعت نعمل في ستاج نتاعي ديجا هبطها وانا في فرنسا ما هبطهاش وانا في تونس. لا عندي لا كيفاش باش نحكي في التليفون لا كيفاش باش نتكلم. عملت على شكون تو كلام هذا فرنسا فماش تليفون معناها؟ لا تليفون معناتها باش نكلم انا فريمون حد في بالي باش يقابلوا باش يشاوروا باش يسمعوا الاغنيه كيفاه الكل. عملت على شكون ويا اخي طلع ما قالوش داكور وانا هبطتها الاغنيه يا اخي معناتها كي تفسخت وقتها مي با عامله 10000 فيو حاجه كيما هكا. كيفاش عاودت رجعت؟ كلمتهم بالوقت كلمت عبد الوهاب حناشي قال لي راهو كيفاش ما شاورتنيش الكل طلبت السماح قلت له راني ما في باليش كيما تشوف معناتها راني بالحق ريبريز خاطرني نحب الاغنيه ونحب الفن وراني قلت له راني انجينيور وقاعده نعمل في ستاجي توا في فرنسا معناتها مانيش قاعده نعمل فيها بغايه فلوس ولا ولا باش نقول راهي غنيتي بالعكس انا حاطه في الديسكريبسيون تاع اليوتيوب غنيت شكون كلمات شكون الحان شكون. كانت لك شعفه؟ اي بيان سور معناها الغنيه اللي من بعدها شريتها من التراث. اي مشيت شفتك مره متعديه. شفتك مره متعديه مشيت لاداره الموسيقى والرقص في محمد الخامس وقلت لهم راني نحب نعاود الاغنيه هذيك شوفوا لي ساعه معناتها اسكو من التراث ولا مش من التراث. شافوا لي قالوا لي راهي من التراث سي بون مشيت عاودت خلصت. تخلصوا على حاجه من التراث ما هي من التراث؟ لا تخلص تخلص معها التراث تخلص شكون البلديه والله. شكون هما اللي الحقوق والتأليف تمشي للباجي طول هو التراث اكو التراث. والله شفت كيفاش اما لي لازمك تخلص شكون خلص باركينج خلصت معناتها لازمك تمشي خلصت الباركينج زاد لازمك تمشي للاداره نتاع الموسيقى تاخذ مطلب معناتها ترخيص باش تغني الاغنيه هذيك اللي هي ما تراث تنزل لهم اللحن نتاعها والكلمات ونتاع شكون ومن بعد تمشي تخلص في اون ديغي في القبضه معناها اللي هي حقوق النشر معناتها والتاليف ومن بعد ترجع لهم ومن تو حاجه باهيه مش خايبه مش اللي يجي يحك راسه ويبدا يغني ويجيب يجبد في الاغنيه نتاع العباد صحيح ما هو زاد عبدي نجم يقول هذيك اغنيتي من بعد الوغ كو هي اغنيه من التراث باهي عندك دو كوفر ديجا ناجحين معناها بديت تنجح بديت العباد تسمع فيك عندك ملايين فيو ملايين الناس سمعوك يعرفوا صوتك زاد مش وقيت باش تولي تعمل الغنيه نتاعك وحدك و ولا باش تقعد تاخو هكا في غنيات ريبريز؟ ان شاء الله ديجا انا لطفي جيت بحذاك اليوم باش نلانس اللي انا عندي غنية جديدة. ويا بالتونسي زادا في الجو نتاع محبوبي معناتها في الجو هذاك ستيل هذاك خاطر بالحق عجبهم على الاخر العباد الجو هذاك وبالتونسي هي. باش سمعنا منها شوية؟ نخليها سوربريز يسمعوها في اخر الجمعة هذيا مش تقعد جاي باش تلانسيها هنا سوربريز الجمعة الجاية نقول لكم اسمها والله لا جمعة فوالا جمعة هذيا جاي تعرف التشويق معناها السبت هذيا ان شاء الله تهبط السبت هذيا سمعنا حتى بالميكرو ضربتين خفيف مالا زاد ما هو ليميسيون نتاعها حشمتني ما هو مش سيرش مش كيف كيف عمري هدية وخذيته مني قلبي وعيني ضاعوا مني ناديك في وسط الزحمة نرافق نجمة في الظلمة خزراني لك يا مليح تقوليش عليه تسبيح نريدك حلالي وانا المسرارة من حبي وهبالي نعطيك شرارة شعلة في كنيني نار الهيبة كتب على جبيني حبك بالويبة باهي يا ربي يوفقك ونتمنى لك النجاح أيوة. نحكيو كوجينا ايه نحكيو كوجينا انا نحب راني الكوجينا من قبل هذا اللي نحب نعرف معناتها انا معناها انت تو تعرفي ميسيون تاع كوجينا تفهم في الكوجينا ولا منشطك اللي عرفت سامحني على الكلمه
بربي الشيف إيه؟ تعمل لنا اليوم راميه روحها على الكوشينه وكا. هو لا محل الشيف مؤمن مثلا تعرف طيب عظمه و... هو الشيف مؤمن لا محل. ربي يهديك ربي يهديك يا مؤمن، مطلعني في اولاد الكوشينه اللي انا ما نعرف نقد حتى شيء، ما نعرفش نطيب. اي هذا اللي قاعد يتشيع عليك إيه انك ما انا ليه والله نطيب ماكلتي عاد تعرف خير من الشيف. شيف يقولنا اي صحيت انا نعرف نطيب. طيب انت تعرف طيب كل شيء؟ شنو كل شيء؟ كل شيء كل شيء. طيب مدفونه؟ كلمة مدفونه ليه؟ فوالا بي خاطر المرأة تعرفها بالمدفونه. ليه والله نعرف عصبين مثلا باغ اكزومبل نظفوا وحدي ونعمل كل شيء. باش نشوفوا تغرقوش المظاهر. لا طيب شوفوا خلينا نشوفوا نشوفوا مع بعضنا في تي ار كوجينا لقطات من الكوجينا. محضرين لكم دي غوسيت بنين برشا برشا ويعملوا 66 كيلو. ديما نحاولوا نعملوا توش روفيزيتي يعني ندخلوا يا المطبخ الفرنسي يا المطبخ الايطالي. دارك والكوجينا لازمك تدلل روحك فيها. الكوجينا نقولوا اون دون لا في. انا حفظت درسي راهو شيف مؤمن تبارك الله عليه في كل حلقه خليني انا نتعلم وبيان سور اللي تبعوا فينا الكل يتعلموا. البنات توا سيرتو ما يحبوش يقعدوا يعديوا برشا وقت في الكوجينه. بالنسبه لينا لي روسيت اللي باش نقدموهم واللي غاديين نحضروا فيهم ما يطلبوش برشا وقت. بالحق نحس في برشا حب من الكوجينة بيشيوخ. اللي خليني نسأل روحي شنية اللي في يدك نحكيك حاجة عالمية تعمل 66 كيف. سياليتي باتيسخي نسرق شوية روساتيت من جماعة الكوجينة يعاونونا برشا. احنا كل شيء بالجراماج هما عندهم اكيه بالعين. انتم كل شيء ديليكا اتاك على بكري دي. روحي لا تصيبك نحرة في غريق الصحراء. أيوة. ليميسيون انت اللي تقدم فيها السنه قدمتها قبلك أميرة الجزيري. أي. ما تخافش لا تطيح في المقارنه بينك وبينها هكا وهي مرت المساكني وعندها روب غالين ودنيا واحد وشانيل قوت فلوس فما فلوس زاد فما جمال وفلوس تبارك الله عليها زاد محلاها. بالطبيعه نوجه لها تحيه خاطر هي معناتها سيزون الاولانيه اولاد الكوجينه. سيزون ثانيه ما نعرفش انا بتات خي زاد معناتها جابت بيبي ومبروك البيبي بيان سور نهنيوها على ما نزاد لها. دونك ماهيش حكايه مقارنه بالعكس نرى تشجيع انا لازم يكون موجود. لقيت تشجيع حسيت ديفيرونس حسيت لعبات تفاعلت معاك؟ اي انا الحقيقه الحمد لله يا ربي كاول اكسبيريونس اللي انا بالحق نعتبرها قنطره معناتها باش نتعدى بها خاطر سيت اون اكسبيريونس من الاخر معناتها بالحق حاجه ياسر محلاها والليكيب اللي تعرفت عليها في الكوجينه الكل محلاهم من الليكيب تكنيك الكل. لكن ردود فعل الشارع العباد الناس انستغرامك فيسبوكك استغربوا هما ملول جاتهم صدمه معناها استنوني عرفتش نهبط هكا دي ستوري ولا حكايه على غنيه جديده كليب جديد باش نشد خدمه انجينيور اما باش نشد انيماتريس في 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 التاسعه معناتها في ايميسيون اولاد الكوجينه حاجه ذي ما استناها حتى حد. كيفاش اختاروك الايميسيون ذي كيفاش جيت الايميسيون هذي؟ والله كلموني صارت بروبوزيسيون كلموني خممت شويه انا فيها الحكايه نوجه تحيه للماهر البروديكتور دونك اللي هو امن بيا يتسمى معناها الى بري لو ريسك كوا وكهو خممت وبالحق انا نحب الكوجينه معناتها انا من احلامي يوم من الايام تكون عندي ايميسيون تاع كوجينه. انا نطيب التنشيط ابار الكوجينه فما التنشيط مهنه زاده كلكو باريزم عندك لي زابيسي كيفاش تعملت؟ راح ترينا وحدك في الدار قدام المرايه ولا وحدي كان جرب خاطر انا نحب الانيميشن نحب التمثيل نحب الغناء نحب توسكي ارتستيك. زلطت شويه قدام الكاميرا اللي تعاود وترست تعاود وعاود وعاود والله لا
الحمد لله. طول دخلت من غير تزليت تينا لتوا نزلت قدام الكاميرا. والله بالحق انا نشكر معناتها نشكر العباد اللي في ليكيب الكل نتاع اولاد الكوجينه اللي بالحق واقفين معايا. ديكو ما صاروش مشاكل. مش عاود انا باش نقدم لك واحد توا يزلت برشا في الستاند اب. اي ندخلوا مع بعضنا صابر سيزار. الناس الكل تخدم باش تعمل مستقبلها باش تلم برشا فلوس، وبعد ما تلم برشا فلوس تزيد تلم برشا فلوس باش توليو غنيين. انا ما نحبش الفلوس، انا عندي فوبي من الفلوس. اتوقع عندي اسبابي. تصور لطف عندي 30 مليار، كيفاش نرقد بالدوية معناها؟ انا تبدا عندي ورقه ب 50 صحيحه نعمر لها ريفي كل ساعه نقوم نتفقدها. تصور 30 مليار يا معلم. اسمعني هذيك هي الدنيا، راه ربي خلقنا طبقات فقير وغني لازمنا نقبلوه. دايور ماناش كيف في حد شيء، حتى في المرض فما مرض نتاع فقراء ومرض نتاع غنيين. فما مرض نتاع فقراء ما يمرضوش به الغنيين، ريتوش غني مريض بالبوظ بيح مستحيل. تقول صاحبي مهدي اوبتيسيان 33 ركزت على عمره. علاش؟ خاطر عمره 33 سنة سقيه روز من اللوتس 0 كيلومتر ما نسيتش عليهم. أنا من اللي عمري 3 سنين سقيه فيهم الجلدة الميتة وعين حوتة 3 سنين من الهيشة والتبر. أسامينا ما همش كيف كيف، حتى كان أسامينا يشبهوا لبعضهم تبان فقير. علاش؟ أسامي الفقراء كيفاش بداوا؟ مثلا عمر كيولي غني نفس الاسم نزيدوا فتحة عمر. عبد العزيز عزيز، حتى كان طفلة سعدها مكبوب، فطيمة فاطمة الزهراء، عائشة عائشة. ماناش كيف كيف. وكيفاش تعرف روحك اللي انت مبدئيا بديت راك في الفقر؟ وقت اللي تمشي تشري السروال ولا بلوزون تلقى سمو حق شهريتك فقير. وفما عباد اخرين، فما اللي يبدا فقير يحب يبان غني، وفما غني يحب يبان فقير. عرفتم وجوه الهم ذوك ما يحبش يوري عنده فلوس، يعدي عام كامل بصبات. الزوز تطيحهم، الزوز تجم تطيحهم بديتاي صغير. كيفاش؟ يبدا اسكت، يبدا هو فقير، يبدا هو فقير ويحب يوريك اللي هو غني. نجم يكون لابس مليح ولبسه دوريجين، نجم يكون عامل برفان وصحيحه وكرهبه. كيفاش تطيحوا اللي هو فقير بديتاي صغير؟ استناه حتى يتكسل ولا يطبسي متحاج. علاش؟ تظهر لك البوند نتاع سليب مان. السليب هذاك ب 3600 يعمل الجرش، ما تنجمش تكون غني وشريت منه. يبيعوا فيه كافي بو منديل، دونك انت فقير. الغني كيفاش طيحوا اللي هو غني؟ حتى كان يحب يوريك فقير. وقت اللي يقعد معك في القهوه ظهر غني وجهك ابيض. وقت اللي يقعد معك في القهوه يحب يوريك اللي هو فقير لابس لبسه مزمره وحالته حليله ويلطخ بك الدخان على الطاوله. ستوب، كان جيت فقير ما تعملهاش. الفقراء ديما بكوا الدخانة تحتنا وتقرص بالسيجارو. بكوا الدخان على الطاولة. الفصول متاعنا فصول ربي هذه ما فيها حتى شيء، ما نعيشوهاش كيف كيف. يقول لك الشتاء متاع الغنيين لازمو شوفاج ولازمو برشا لبسة. به السيف متاع غنيين لازمو كليماتيزور وتفرهيد وبحورة. احنا وقتها نعيشو. عندي الحل، كيما فما حيوانات يعملوا حفرة يعيشوا فيها كيما الدب، نعملوا حفرة نعيشوا صيف وشتاء، غاديك نخرجوا كان في الخريف نتهواو شوية كهو ترجع. الغنيين بخلاف اللي هما غنيين عندهم الزهر لطف. تلقاه مليونير يزيد يربح ورقه بروموسبور فيها 800 مليون ويربح في اللوتو 20 مليار وياخذ امراه مزيانه وغنيه ويجيب ذريه صالحه ومستقبلهم مضمون. وبالزهر سبحان الله لي زاكسيون تاعو يطلعوا ويقعد غني. تقولي ليه يا ياسر عاد شنو الفقراء ما عندهم شيء؟ عندهم، عندنا ديزافونتاج الغنيين ما عندهمش منهم. اولهم الفقير متاكد اللي مرته تحبه بالحق ماهيش على فلوسه ما اخذته. الفقير الفقير صحابه جو الهم اللي كيف ومتاكد منهم اللي هم يحبوه ما همش طمعانين فيه.
الفقير. لسابوتاج هذايا مهم تاع الفقير. الفقير ياكل كل شيء. تراكتور ما عندوش معد. ياكل مقلوب، كعبه بقلاوه، اكسبريس، طاب نتاع دبوسه ما يهموش. ليه يشد جواد كلاس في معته. الغنيين ليه؟ الغنيين الاكسبريس في وقتها. كعبه السكر في وقتها. البات نو بعد خمسه تاع العشيه. ليه بصحته ما يحبش يموت؟ علاش؟ خاطر عنده برشا فلوس كيفاه باش يقسمها؟ الغني ما يهموش حتى كي يموت باش يرثوا منه كلب الضبيح. كيفاش تعرف روحك انت فقير؟ وقت اللي يجي واحد فقير كيفك وجه هم يعطيك الامثله الغبيه الحمقاء. يقول لك المال لا يصنع السعاده، شو يصنع؟ يصنع مارك كيفك ماله؟ يقول لك الفقر يصنع الرجال، ما نجمش نكون غني وراجل؟ لازمني ذا راجل فقير؟ غالطين. تحب تتاكد وقتاش انت فقير بالحق؟ وقت اللي يتطبق عليك القانون. ميرسي. إيمان، السكتش هذا باش يخلق لي مشكلة بالطبقية ما بين الغنيين والفقراء. مش نورمال. اسمع أنت برجولي، تعطينا صحيح تو قبل ما تروح. قل لي. غنية ولا فقيرة؟ ما الغني كان ربي. باهي، الغني كان ربي، بارك الله فيك. لغة الغنيين المتلفين هذا. ضحكتني والله، أما مش مشكلة. عليه عجبني السوجي معناها. باهي السوجي نتاع الفلوس عجبك هو. نرجعوا 10 سنين اخرين باهي نقعدوا نحكوا فيه. 10 سنين اخرين نحكي عبي بك عم بك وصحيح ومرحبا بك. انت جمعت ما بين الغناء والكوجين، هذاك علاش باش نلعبوا معاك ان جو اسمه كول وغني. باهي شو ثبت معي. عندنا همبرجر، عندنا دار لي سوبريم دو بولي، عندنا سوبريم دو لابلابي، وعندنا بلا ميكس درسنو كباب ليباني. دونك عندنا ماكله امريكانيه، ماكله فرنسويه، لابلابي تونسي، والماكله اللبنانيه. كل ماكله باش تغني عليها، باش تغني لنا بالامريكان على البلا ذي. تختار الغنايه اللي تحبها بالامريكان، الغنايه اللي بتحبها بالفرنسي، بالتونسي، وغنايه لبنانيه. لكن باسكو انت اليوم كوجينه ومغنية، باش نصعب عليك شوية، باش تبدا تغني لي في الغنية نتاع الأمريكانية، وأنت تبدا تغني، وأنا وميم تو نوكل فيك في السيسمو هذا الهمبرجر، واضح؟ وتكمل تغني، فرصتك باش توري اللي أنت تنجم توفق ما بين الغناء والكوجينة. الأمريكان، نبداو بالأمريكان. Meet you downstairs in the bar and heard you roll up sleeves and you skull t-shirt. You say, why did you do it? Cause you're my pillar, my guy. Hand me your shirt and fly. By the time I'm out the door. برك الله عليها، صوتها حلو مع الماكلة، عطا حاجة هكا تحس صوتك ولا بنين. وصوتك ولا بنين. إبيس. فما ريحة البصل في الغنية ما أحلاها ولا. غنية بالريحة. ليه ما يرحمش زيد؟ ما نلعبوش يا اخي، كاش وكلوني هنا واش عملت؟ مرة عديت ماكلات مخي قعد يخمم جمعة كاملة شكليت. يقعد يدق علي يقول لي شكليت البارح. لافونتاج اللي انا بالحق جيعانة دونك. اوريزمون. معناتها ساهل ياسر الدافية هذه. نمشي بيك لفرنسا ونو زافون ان بلا فرونسي غافيني سوبريم دو بولي، كاسكو فو بوفي شونتي بور لا فرانس اي بور لا فرانكوفوني. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sa fenêtre. Et si l'humble garni qui ne sert ni peut pas venir,
C'est là qu'on s'est connu, on a crié famine et toi qui posais nu. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Nous vivions tous l'air du temps. Ouais, bravo Ali. Allez. شنو مش قلت لي جيعانة وصفا وتتفزعك قبيلة بديها مزيان في عقلك تاو جايك اللبلب يعني هذي الكل مفتحات الامريكان سخنا بشوية امريكان وفرانسيس تونسي توا خلينا توا جينا بلا تونسي تحب نخليو بلا تونسي في الاخر اوكي هذي شنو لبناني هذي لبناني اوكي لبناني باهي لبناني غنيو فيروز غنيو فيروز فيروز مع الكفتة ومع الواحد باهي يبلك ذب كان الزمان وكان بيدكني بالفي وبنية وصبيان بيجي نلعب على المي يبقى حنا السكران ويو تحتن كان الديان لا 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 السكران وانت كليت له الكمية نتاعو الكل لا 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 يا عم السكران كمل كمل انا نستنى فقتاش نفرج في روحي كيفاش قاعده نعمل فريمون تولي كات طرف جمهورك استملين هذوك الكل ضيعت على الماكلة نتاعك الكل في مش مني منه مش مني انا تعطيني انا اكدت لك قدرة ربي مع احترامنا لفنك مهزلة قاعدة تعمل فيها سيرتو المهزلة بدات من هنا من لاي 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 والله غميتني فمي من الاخرين اوما كنت نجم نغني شويه مذيا عليهم لا لا ما تبركل عليك سلكتها اما بجي ربي استنى استنى قبل ما ندخلوا للتعذيب انا حسيتك غنيت بالحق مع غنيه مزيانه وظلمتك ما سمعناهاش بالرسمي خاطر انا تعرفني كي يجيني فنان عنده صوت نحب نسمع هذيا من غير الاولانيه نتاع لومبورغو عاودها من غير هذيا حبيتك رجعت حبيتك سي بون بعد ما حبيتك لا نعطيك حقك حسيت Meet you downstairs in the bar and you roll up sleeves and your skull t-shirt You say what did you do with him today And sniff me out like I was Tanqueray Cause you're my fella, my guy Hear me your sailor and fly by the time I'm out the door You tee me down like Roger Moore Bé, باش ما نقعدش نظلم فيك عاودوا سي بون لا لا باش نعملوا الغنيه هذه باش تغنيها بلاش باش نشوفوا لا ديفيرونس هكاك خير باش ما نظلمكش الناس بيكون صوتك باهي وانا حطيت لك برشا ماكله وما تسمعش شنو هي اختيارك للغنيه هذه الاخرانيه التونسيه راه تونس كل تتفرج فيك راك تلعب اليوم بلادك امريكا ربحت فرنسا ربحت لبنان خسرت لبنان خسرت توا تلعب اليوم بعلم بلادك برا غنينا على حنة لنا نغنيو على حمى غادي برا غني على حمى مشي لي حمى بعد باش تعاود نسعودوها بال عيروني بيك يا حمى عيروني بيك يا حمى عيروني بيك قلت لهم منسلم فيك يا حمى ومنسلم فيك يا حمى عيروني بيك I'm
برافو إيمان المهرزي، وفقت ما بين الفن تاع الفه تاعتي، ما تشوفهاش هكا. الحمد لله يا ربي كل شيء جو باهي. لا هو جوك باهي على الاخر، جوها باهي. ذكرنا وقتاش نسمو نتفرجوا فيك وين نشوفوك، اش عندك جديد، نشوفوك في رمضان ولا في رمضان؟ ان شاء الله بيان سور تشوفوني في رمضان في اولاد الكوجينه، اما ما عاد جمعه سبت وحد كهاو، باش تولي كل يوم كل يوم في رمضان. دونك ان شاء الله تعجبكم الحلقه. بيان سور ديما نقول للعباد الكل اذا كان عندكم دي روسيت تحبوا تجربوهم الكل، بيان سور يكلمونا في اولاد الكوجينه. وحاجه الاخرى اللي ان شاء الله كيما قلت لكم عندي الاغنيه الجديده اللي باش تهبط، دونك كلمات بيكا نوجه له تحيه، وحبيب الزقانق بيكا بيكا باهي كمل. انتم معاكم بيكا، احنا عندنا بيكا. نحن نحيطوا له الوحده اللوطه ما ينكرش. صحيح. دونك بيكا وحبيب الزقانق اللي خدم لي محبوبي زاده باش يخدم لي هو زاده. اسمعي نجمو نحكيو زاده؟ نزيد نحكيو وناكلو. نغنيو وناكلو كها؟ ايه. دونك وحبيب الزقانق اللي خدم لي زاده محبوبي باش يخدم لي هو الاغنيه هذيا. اه. جديده. دونك اغنية ملهلبة حضروا رواحكم فيها برشا حب زادة. نكملوا معاك بالفن، نختموا معاك الموسيقى ليميسيون بالموسيقى. انا خليني ناكل على روحي نفطر، وانت معاك انت تحب هكا الجمهور غني هاي معاكم امورها باهية على الاخر، تعرف تغني تعرف كل شيء. ونحن ما ناكلوش. كمل وجهك اكل، مش ناكل الكل اكل اجا اكل. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, woman, no woman, don't treat me this mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, my things and go. That's right, hit the road, Jack, hey, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, hey, don't you come back no more. Why you say hit the road, Jack, hey, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, hey, don't you come back no more. No, baby, listen, baby, don't treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't no money, you just ain't no good. I guess if you say so, I had to buy my things and go. That's right, hit the road, Jack, hey, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, hey, don't you come back no more. What do you say, hit the road, Jack, hey, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, hey, don't you come back no more. Hey, don't you come back no more. Hey, don't you come back no more. Don't you come back no more. Hey, don't you come back no more. موعدنا الخميس الجاي، خليكم معاها في غناء عربي باش نركحوا شو باش نرجعوا لاصلنا. الباب دارك نصبوا لي خيام، نصبوا لي خيام، قبل يا ضراب سرنا وراك سريان. أنا أمي سيد باهي جمالي، ويا لله ما
وريني.